التشكيل الأساسي للإعلام في العراق عام 2003 والتشكيل العام للدولة العراقية في كل مؤسساتها وكل ألوان عملها ووجودها لم يكن حقيقيا وإنما كان مزيفا باعتبار أنه الحكومات المتعاقبة والسلطات التشريعية والتنفيذية ركزت على أن يكون الإعلام العراقي جزء من حالة السياسة وأن يكون خادما وتابعا وذيلا وذليلا وعبارة عن أدوات رخيصة لسياسيين ولأحزاب ولفئات اجتماعية ودينية وعشائرية وتجارية ولأصحاب الأموال والنفوذ، وجعلوا وسائل الإعلام تتصارع فيما بينها كالعقارب، فضائية تشتم فضائية وتشتم حزبا وتشتم جهة وطائفة وقومية، وجريدة تفعل كذا ووكالة تفعل كذا، وجيوش إلكترونية، وقضايا متعلقة بالصراع السياسي والصراع العرقي والصراع الطائفي. لم ينتج الإعلام أو ينتج الإعلام العراقي في بيئة سليمة ونظيفة. ولذلك عندما نطالب الذين يدافعون عن الحريات ونطالب نقابة الصحفيين بأن تأتي بدورها وأن تقوم بهذا الدور، تصطدم بجبل السياسيين وجبل المهددين وجبل المبتزين وجبل الذين يمتلكون القوة والنفوذ وبالإمكان أن يبعثوا لك بقوة تداهمك في ليلة ظلماء وتأخذك أنت وأسرتك، أو أن يبعثوا لك قوة معينة أو عناصر مسلحين يجعلونك تصعد في الطابق الثاني من السطح كما حصل مع نجم الربيعي الذي حاول في يوم من الأيام أن يحمي أطفاله من القتل، صح لو أنا غلطان؟ وأيضا مع آخرين صحفيين كثر، مو تتذكر هاي الليلة السوداء؟ أي وتتذكر ماكو واحد، ماكو صحفي حقيقي. طبعا احنا لازم نفرق بين الصحفي والمشتغل في الصحافة، احنا اذا نتحدث عن المشتغلين بالصحافة عندنا عشرات الالاف، ممكن يكون عندنا 30 و40 ألف واحد يشتغل بالصحافة بس هو مو صحفي، ما يمتلك الخبرة والدراية والثقافة والعلمية والاهلية. مو مثل باقي المؤسسات، احيانا يجبروك انه تعطي هوية لشخص ما له علاقة، يعني ما له علاقة بالصحافة، يجبروك ان تتعامل مع شخص ما له علاقة بالمهنة الحقيقية وما يمتلك الاحتراف والمهنية والدور والثقافة التي يمكن ان تؤدي بها لان يكون صاحب دور وقضية. كثير من الصحفيين المتمرسين والصحفيين المحترفين مقدمي البرامج والمخرجين والمصورين وحتى العاملين في الادارات والكتاب والمحررين تعرضوا الى انتهاكات خطيرة وابتزوا وهددوا بالقتل وهددت عوائلهم وهجروا خارج البلد وهجروا حتى الى محافظات اخرى، ليس فقط من القوى الحكومية او القوى النافذة والقوى المسلحة وانما من التنظيمات الارهابية والتنظيمات العنيفة والذين لا، حتى تجار حتى اصحاب كليات اهلية وجامعات يركضون وراك ويريدون يسجنوك لمجرد انه انت طلعت بتقرير انتقد حالة سلبية في الشارع. صاحب مسؤول بلدي ممكن انه يسجنك، وزير ممكن ان يسجنك، احمد ملا طلال طلع ببرنامج انتقد قضية العراق كله يسولف بها صباح مساء 24 ساعة، العراق كله يعرف الفساد وين ومنه ده يفسد ومنه، يعني انت ممكن واحد تروح عليه مسؤول يقول لك انت شنو رايح، مرة واحد يقولوا لي واحد ما ادري اذكر وين يشتغل راح يهني مسؤول ماخذ 50 ورقة، قال لي يا بل ويا عيب 50 ورقة، شلون 50 ورقة تاخذها؟ على الاقل اخذ وياك دفتر.